بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل موضوع الـ Cash Flow Diagram، وهنتكلم النهاردة عن مجموعة من الـ Terminology and the Symbols اللي بتستخدم في الـ Calculations بتاعت الـ Time Value of Money أو الـ Evaluation of Project. Involving the Dimension of Time، بناخد بالنا من at least four of the symbols. عندي مجموعة من السيمبولز مهمة قوي، ال F ال B وال F وال A وال I وال N، دي الرموز المستخدمة عندنا. At least of three of four are either estimated or assumed to be known which certainly. هنشوف مجموعة من السيمبولز دي هتيجي معانا ازاي. يبقى احنا شغلنا خلي بالك كله دلوقتي النهاردة بنتكلم عن الكومباوند انترست. لو انا بتكلم عن الكومباوند انترست خلي بالكم معايا، لو انا عندي مبلغ الان بي، هذا المبلغ بعد سنة واحدة عاوزه اف بعد سنة واحدة، هيبقى في الحالة ديت هو عبارة عن البي زائد الفايدة بتاعته بي اي، وفي الحالة ديت لو انت خدته مشترك بي يبقى بي في واحد زائد اي. طيب لو انا عاوزه في الفيوتشر بعد السنة التانية، في الحالة ديت الاصل بتاعك مش هو البي بقى، اصبح الاصل بتاعي هو الاف واحد، لان في الحالة الكومباوند انترست تضاف الفايدة الى الاصل ليصبح اصلا جديدا، كأن الاف اتنين هيبقى الاف واحد زائد الاف واحد في البرنسبل بتاعته الفايدة بتاعته. طيب F1 عبارة عن B في 1 زائد I اهي. طيب أصبح المبلغ الإجمالي أهو يضرب في سعر الفايدة عشان أجيب الفايدة الجديدة. لو خدت أنت B في 1 زائد I مشترك، يبقى B في 1 زائد I هيتفضل عنك 1 زائد الـ I. يبقى معنى كده B في 1 زائد I تربيع. طب لو أنا عاوز F3، تعالوا نشوف F3، هتبقى المبلغ الأصلي بتاعك اللي قبل منه اللي هو P في 1 زائد I تربيع، والمبلغ الأصلي في سعر الفايدة يطلع B في 1 زائد I تربيع في 1 زائد I و B في 1 زائد I. طب لو انت عاوز يا مهندس عند N من السنوات، يبقى الرقم اللي في الفيوتشر عند N بيساوي B في 1 زائد I to the power N. يبقى النهاردة الاختلاف ما بين السيمبل انترست والكومباوند انترست، في السيمبل انترست الرقم اللي في الفيوتشر ده في السيمبل هيبقى بي في واحد زائد ان اي، لكن في الكومباوند انترست هيبقى الفيوتشر بيساوي بي في واحد زائد اي تو ذا باور ان، هو ده اللي هنستخدمه في الكومباوند انترست. طيب انا الواحد زائد اي تو ذا باور ان الرقم ده هو، تعالوا مع بعض نسميه مسمى بحيث لو هو محسوب جاهز ادور عليه واجيبه. فتعالوا مع بعض نسميه ايش المبلغ ده هو اللي هو القيمه دي، واحد زائد اي تو ذا باور ان لما بضربها في بي بجيب الايه، بجيب الاف. يبقى نقدر نديله indication to find f given b، يعني كيف تحصل على f اذا علم بي وسعر الفايدة معلوم وإن معلوم. يبقى هذا يوضح تماما لو كان هذا الرقم محسوب، أجيب أنا عاوز في الفيوتشر أروح جاي بقول فيوتشر بيساوي بي في الفاكتور اللي to find بي to find F sorry to find F given B وحسب سعر الفايدة وحسب إن. يبقى the factor that find F given B with interest rate. طب لو أنا عاوز أجيب بي بدلالة الإف، إن هو تقول بي بيساوي F divided to الكلام ده، إذن الهيصة دي كلها لما أحب أسميها مين يقول لي بقى أسميها to find إيش؟ to find B given عندي إيش؟ عندي F وحسب سعر الفايدة وآن. يبقى هذا الفاكتور هنسميه to find B given F، عاوز أجيب B وأنا عندي F، وإذا علم I وعلم النمبر اللي عندي تبقى to find B given F زي ما احنا شفنا دلوقتي. يبقى after n period the total accumulated value f will grow to. القانون بتاعنا f بيساوي b في 1 زائد i to the power n، لو انا عاوز p يبقى f divided to 1 زائد i to the power n
ولو قلنا الرقم ده هو هنسميه مع بعض to find if given b، والكلام ده هنسميه to find b given f اللي عندي. يبقى الكومباوند انترست لو ناخد اكزامبل نقول اذا علم ان p بيساوي 1000 دولار وسعر الفايده 5% بير يير كومباوند انيوالي محسوبه سنويا والان 3 سنوات. لما احب نرسم الكاش فلو دايجرام هذا سي المبلغ اللي عندي عباره عن 1000 وانا عندي 1 2 عندي السنه الثالثه عاوز المبلغ في الفيوتشر بيساوي كام. يبقى انا اقول والله المبلغ اللي في الفيوتشر اللي عندي هذا سواء كان في اتجاه ده او في اتجاه ده لو بالتفصيل بقى انا بحسب لك الفايده هنا 50، لما تضيف ال 50 لل 1000 يبقى 1050، يبقى فايدتها 52.5، تضيف دي للمبلغ يطلع المبلغ الفايده 5، تجمع الهيصه دي كلها عليك يطلع النت اللي عندي بهذا الشكل. انا عاوز اجيبها مره واحده، يبقى في الحالة ديت بدل ما احسبها حتة حتة اقول والله انا اقدر احسبها بهذا الشكل. يبقى ده لو عاوز طبعا principle في المبادئ هقول والله الفيوتشر اللي عندي بيساوي البريزنت في الفاكتور to find f given b وحسب سعر الفايدة اللي هو 5% 0.05 وحسب عدد السنوات. ممكن تخش تيبل تجيب الكلام ده محسوب جاهز او انا بحسبه حسب المعادلة اللي انت حافظها اللي عندك اللي هو الفيوتشر بيساوي بي اللي هو العبارة عن الالف اللي عندي في 1 زائد اي بوينت او 5 اس 3، تحسب الحسبة دي وتضربها في 1000 تجيب الفيوتشر على طول اللي عندي. واخدين بالكو؟ يبقى انا اقدر اقول البرنسبلز بتاعتي سعر الفايدة اللي عندي اصبح كومباوند انترست واصبح في نهاية الثلاث سنوات المستحق اللي عندي 1157 اللي عندي. يبقى أنا أقدر أجيب العكس بقى، لو أنا قال لك والله رقم الفيوتشر أنت عارفه وعاوزين نحسب قيمته في البريزنت، يبقى في الحالة ديت هتقول الفيوتشر هتساوي البريزنت في الفاكتور to find f given b وحسب سعر الفايدة المعطى، وإن بتخش التيبل تجيب دي محسوبة جاهزة تضربها في البي أو تكتب القانون بتاعك هتقول البي في 1 على 1 زائد i to the power n وتحسب الحسبة دي. خلين بالكم يا جماعة، يبقى أنا السهل إنك أنت تستخدم إيش؟ تستخدم التيبل اللي عندي. وأقول لكم التيبل يجي. يبقى تعالوا نشوف ملخص المين فاكتورز to find b given f بنكتبه بهذا الشكل، to find b given b بهذا الشكل، to find b given a حيث يدي دفعات سنوية، بمعنى أنا عندي مبلغ دلوقتي خدته b وعاوز أسده دفعات سنوية بهذا الشكل اللي هو الـ A بتاعي، عاوز أجيب الـ A اللي عندي أو أجيب الـ B من الـ A. يبقى to find B given A B في الفاكتور أو العكس to find A given B and so on، أو A و F علاقة الـ A و F أو الـ F والـ A أو الـ B والـ G، حيث G خلي بالك اللي هي الـ gradient، لو في عندك زيادة سنوية هذه الزيادة برقم ثابت يبقى أنا عندي في سعر في ثابت وفي gradient هنسميها G، هناخدها بالتفصيل بعد كده هو. يبقى لو انا سألتك في الاسايمنت which one would you prefer، هل انت تفضل 20,000 الان ولا 50,000 بعد 10 years from now ولا 8,000 each year for the next 10 year. We need to compare this economic wars economic equivalent exist between cash flow if they have the same economic effect. Convert cash flow into the equivalent cash flow at any point at time. ممكن تحلها بكذا طريقة، يعني إما تجيب كله present يا إما تجيب كله future يا إما تحول كله annual عشان تبقى المقارنة سليمة، present بpresent future بfuture annual بannual اللي عندي. يبقى النهاردة مثلا say في present 20,000 تاخدهم في المستقبل إزاي؟ يبقى العرض الثاني تاخد 50,000 في future، العرض الثالث تاخد 8,000. ده افضل ولا ده ولا ده؟ ما ينفعش المقارنه كده، يا اما تجيبه كله في البريزنت يبقى المقارنه بين 20,000 وتجيب قيمه ال 50,000 في البريزنت وتجيب 8,000 في البريزنت اللي عندي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.